حيوان غرير العسل، حيوان من الحيوانات الغريبة جدا اللي ما بيخافش من أي حيوان حرفيا، حتى لو كان الحيوان ده أقوى منه أو أكبر منه حجم. الحيوان ده وزنه حوالي 15 كيلو، طوله حوالي 77 سنتي، ويعتبر حجمه صغير جدا بالنسبة لباقي الحيوانات. هو من أقوى الحيوانات وحشية علشان ما بيخافش من الأسودة أو بيخافش من الثعابين، يقدر يقتل الثعبان حتى لو الثعبان ده سام، أو لو حاول الثعبان إن يسمه بقى الجلد بتاعه بيمنعه إن هو يسم، ولكن يقتل الثعبان. هعرض لك دلوقتي شوية فيديوهات للحيوان ده، واعمل لايك ومتابعة.